الجمعية العمومية للنادي الأهلي تقول قولتها أو قولها الفصل الجمعة القادم 72 ساعة تقريبا بيفصلونا عن هذا الحدث التاريخي الذي يسطر لمرحلة جديدة من الانطلاق في مستقبل النادي الأهلي. كما كان التاريخ عظيم ومجيد فإن المستقبل واعد وزاهر بإذن الله. هذه اللائحة التي تحكم العمل داخل النادي الأهلي وتعظم من دور الجمعية العمومية وتحدد الحقيقة دور مجلس الإدارة وكثير من الأمور خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، إنشاء الشركات العضوية، ماهية النادي، الفروع المختلفة. آن الأوان أن يكون للنادي الأهلي لائحته الخاصة. هذه الفقرة الخاصة مستمرة مع حضراتكم، وفيها اليوم ضيف الحقيقة عزيز على قلبي لأنه ببساطة شديدة هو أهلاوي حتى النخاع، يعني رغم أنه عقلية اقتصادية وإدارية متفردة وإضافة كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي، إلا أنه دايما يعني يطمح إلى التحرر من قيود هذه المسؤولية اللي بتضعها عليه عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي لينطلق إلى أفاق المشجع الذي يعشق ويشجع النادي الأهلي بكل كيان. حانه من حسن الطالع أيضا أنه ضيفي النهاردة ولقانا به بيتم أو بيتزامن مع عيد ميلاده أستاذ محمد ضماطي. مرحب بيك. ازيك يا شيخ؟ مرحب بيك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. عيد ميلاد سعيد. الحمد لله عندنا اخبار كويسه، يعني فوز النادي الاهلي وعيد ميلادك لله. كان ضغط نفسي عليا قبل الناس كلها كانت رابطه عيد ميلادي بالماتش، بس الحمد لله. انا فخور ان انا موجود معاك اول مره في قناه النادي الاهلي في الاستوديوهات القناه، ونتمنى باذن الله يبقى حلقه كويسه. ده عيد ميلاد رقم كام يا استاذ محمد؟ 36. ما شاء الله ما شاء الله. يعني عندنا برضو قيادات وكوادر النادي حاجه تشرف، يعني الحمد لله احنا في سن مبكر وفي عز الشباب صنعوا كل هذا. دخلت فوق السن الدوره اللي فاتت بفرق اسبوعين. بفرق اسبوعين تقريبا، وثلاث اسابيع بالظبط. يلا دايما كده ان شاء الله النادي الاهلي في العلالي بكل ابنائه المخلصين، يعني بيشتغلوا له. طيب قول لي اللائحه اجمالا انت شايفها ازاي؟ استاذ محمد ضماطي شايفها ازاي؟ هنتكلم عن الجانب الاقتصادي والاستثماري فيها، بس عايز اتكلم عن الفلسفه، عن طريقه اعدادها وطرحها لل اولا قبل ما نتكلم في اي حاجه، بس عايز نعزي كابتن عادل هيكل وطبعا جماهير النادي الاهلي كلها، واحد من اساطير كره القدم والرياضه المصريه، فبنعزي نفسنا كلنا في وفاته. طبعا لائحه النادي الاهلي اعتقد احنا بنتكلم على مشروع ديمقراطي انا شايفه تم بشكل رائع جدا. شفنا مناقشات مثمره جدا على مدار الشهر اللي فات. احنا كمجلس اداره من اول يوم كان هناك وعد ان احنا يبقى في قبل ما نمر عام يبقى في لائحه للنادي الاهلي، زينا زي انديه كتير جدا خلصت اللوائح بتاعتها من اكتر من سنه. فالحمد لله احنا النهارده بنقترب من تحقيق الوعد ده باذن الله زي ما انت بتقول 72 ساعه. شفنا تجربه مثمره جدا في فكره التفاعل المجتمعي اللي حصل على اللائحه، اكتر من 3500 اقتراح لحد امبارح اخر حاجه، او يعني لحد قبل ما نخلص اللائحه. الناس متفاعله بشكل كبير جدا، الناس حابه الموضوع وحابه ان هي تشارك، فانا شايف التجربه ديمقراطيه جيده جدا. عملنا زخم الحمد لله كويس، الناس قرت وشافت، الناس اعترضت على حاجات اتغيرت، والحمد لله شايف التجربه في الاخر موفقه وتليق باسم النادي الاهلي. طب واهميه انه النادي الاهلي يصنع دستور او لائحه النظام الاساسي الخاصه بيه يا استاذ محمد؟ النادي الاهلي هو اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي مصر طبعا، في الوطن العربي كله. انت تتحرر النهارده في حاجات كتير جدا. تعالى نتكلم على الجانب الاقتصادي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. انت ماشي النهارده بقانون مؤقت للائحه الاسترشاديه بتاعتك. صحيح. ما ينفعش النهارده انك انت تطلع تعمل، يعني ايه اهميه ان احنا نعمل لائحه دلوقتي مش السنه اللي جايه؟ انك انت محتاج تعمل شركاتك، محتاج تبدا تعمل افاق جديده لتنميه الموارد بتاعتك. النهارده عشان تبدا تدخل الاستثمار ده محدش هيخش معاك ابدا في وضع مؤقت، مفيش النهارده مستثمر هيجي معاك مع الحفاظ طبعا على الكنترول او الملكيه الاغلبيه للنادي الاهلي، هيرضى ان هو يخش معاك بقانون بلائحه استرشاديه ممكن تتغير كمان سنه، تتغير كمان اثنين، تتغير صحيح. كمان ثلاثه. فبقانون مؤقت عمرك ما تعرف تنطلق وانك تبدا يبقى عندك موارد مبتكره للنادي الاهلي. اهميه ده ايه؟ زي ما انت شايف الوضع دلوقتي في مصر وفي ظل الارتفاع الاسعار الموجود في كل حاجه، في اللاعبين وفي مش بس في الكوره، في النشاط الرياضي كله، ومحتاج النادي الاهلي يستغل اسمه وعلامته التجاريه بشكل افضل من كده. وده كان جزء من البرنامج بتاعنا، فكره الموارد المبتكره او الموارد الاقتصاديه المبتكره. عندنا افكار كتير جدا، عندنا لجنه تنميه موارد محترمه فيها قامات كبيره زي الدكتور فاروق العقده ورجل الاعمال ياسين منصور واستاذ محمد نجيب، واحنا عندنا افكار كمجلس اداره كلها موجوده
عندنا محمد ضماطي ومحمد الجرحي، عندنا كل المجلس اللي بقى بيشاركوا في وضع افكارهم، وعندنا افكار كتيره جدا موجوده لكن مش قادرين نفعلها او حتى ندرسها جدواها من غير ما يبقى عندنا شركات النهارده نقدر نشتغل عليها. الموضوع احنا مثلا هجيب لك مثلا عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي، احنا كنا بنتكلم وقت الانتخابات ان احنا نفسنا ان احنا او هدفنا ان احنا نضاعف الرعايه بتاعه النادي الاهلي، وقدرنا الحمد لله ان احنا نعمل كده في ظروف ما كانتش سهله، وصلنا الحمد لله ل 900 مليون او قرب المليار في اربع سنين. الرقم ده على ظروف طبيعيه كان هيبقى هايل جدا وهيبقى كافي جدا لينا لو ظروف في الاسعار بتاعه اللاعبين زي ما كانت ماشيه. صحيح. لكن احنا النهارده طلعنا وقول كانت 10 و12 في الفتره اللي فاتت، فاحنا طلعنا مره واحده من 10 12 لثلاثينات واكتر، فانت النهارده بتتكلم على اسعار اللاعبين ضربت في ثلاثه، فانت النهارده بقت محتاج تخش في افكار اخرى وفي موارد اخرى عشان تقدر انك انت تبقى اب تو ديت وتقدر تلحق على الكلام ده. فمن هنا اهميه انك انت تقر اللائحه بتاعتك، انك انت تبدا تنطلق اقتصاديا، لان انت لحد النهارده ما فيش اي حد هيقدر ان هو يخش على قانون مؤقت او لائحه مؤقته. صحيح. فمن هنا احنا حطينا بنود الاستثمار، باب كامل للاستثمار، كان في ورش بقياده دكتور فاروق العقده مهمة جدا للاستثمار مع النادي الأهلي، مع الحفاظ على الحصة الحاكمة 51% للجمعية العمومية للنادي الأهلي عشان عظيم. تفضل تمتلك هي القرار وما تقدرش تعمل أي حاجة بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية 100%. دي أعتقد من أهم الحاجات اللي أنا كنت باصص لها، من يعني الناس كلها كانت باصة على الموضوع بتاع شركة الكورة لو اتعملت قدام أو 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 أي شركات تانية، إن يبقى الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي اللي عندها الحصة الحاكمة 51%. ايه الافكار المبتكره لتنميه الموارد؟ اللي انت كرجل اقتصاد مع لجنه تنميه الموارد مع المجلس بتفكروا علشان تعظموا من موارد النادي الاهلي؟ شركه الكوره اول حاجه، انت النهارده في عصر احتراف محتاج انك انت النهارده يبقى عندك شركه الكوره بتاعتك بكل بقى مالها وكل حاجات التسويق بتاعتها والملابس، وعندك افكار كتير جدا. يعني احنا اطلعتوا على اي تجارب خاصه بانديه عالميه؟ طبعا طبعا في يعني مجال دراسات جاهزه، في دراسات جاهزه وفي افكار. احنا عندنا باذن الله بعد اقرار اللائحه احنا عندنا انت كنت اعلنت على ده من حوالي اسبوعين ثلاثه، ان الكابتن محمود الخطيب حاطط الملفات كلها بتاعه البرنامج الانتخابي، ان احنا نبدا نتحرك عليها بشكل بقى متوازي بعد اقرار اللائحه، لان في حاجات كتير جدا من ضمنها البند الاستثمار احنا منتظرين اقرار اللائحه عشان نبدا ننطلق فيه. فده باذن الله هيبدا يبقى في قعدات ما بيننا وما بين لجنه تنميه الموارد، ان احنا نبدا نشوف ايه الافكار الجديده، نبدا ندرس جدواها ايه، نبدا ندرس الجداول التنفيذيه بتاعتها، نقدر نعملها امتى والاولويه لايه، ونبدا نتحرك على اساسها. وبالتالي نقدر نقول انه لائحه النظام الاساسي واقرارها هو حجر زاويه في انطلاقه جديده زي ما حضرتك تفضلت. 100% مفيش زي ما بقول لك، الانديه كلها النهارده والانديه الكبيره كلها اقرت اللائحه بتاعتها من يمكن من الصيف اللي فات، من صيف 2017. صحيح. اللائحه الاسترشاديه لائحه يعني معموله مؤقتا بتعامل النادي اللي عدد الاعضاء فيه 100,000 زي عدده 10,000 زي 5,000، فده ما ينفعش ولا يستوي. طبعا معمول باب كبير جدا للعضويه، كان امبارح معاك ابراهيم الكفراوي في الحلقه وطارق كامل وكل الاعضاء، لان ده اتعمل بناء على الخبره اللي اتاخدت طبعا من على مدار السنين على المشاكل اللي موجوده في العضويات والكلام ده كله، ده برده مش موجود في اسهامات الزملاء العاملين في اداره الاشتراكات كل حاجة. والاعضاء نفسهم والعاملين حاجه عظيمه يعني. فكل الحاجات دي بتقول ان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا لائحه بتاعتنا. طيب لو النهارده بتكلم عن باب الاستثمار، وهذه اول لائحه في مصر يتم الحقيقه تخصيص باب للاستثمار فيها، وحضرتك حضرت ورش العمل مع الدكتور فاروق ومع عدد كبير واسهمت اسهامات كبيره، شايف الباب ده ازاي وهنقدر نعظم من فكره الشركات دي ازاي والدخل اللي هتدره على النادي الاهلي؟ مختلف عن اي نادي تاني انه عنده الجماهيريه الاكبر، فانت ده مختلف عن اي نادي في مصر يحط بالظبط عندك براند. النهارده احنا عندنا افكار ان احنا نروح باكاديميات ونروح بشغل بره مصر، الكلام ده كله محتاج انك انت النهارده يبقى في تمويل ويبقى في شركات ويبقى في مرونه اكتر من كده. ده من ضمن الحاجات اللي احنا من الملفات اللي احنا شغالين عليها، من ضمن الملفات اللي احنا شغالين عليها زي ما بقول لك شركه الكوره، ان بعد كده عشان الدوري المحترفين والكلام ده كله، فالنادي الاهلي براند مختلف يختلف تماما عن الانديه الاخرى، او يعني طبعا في انديه ثانيه جماهيريه بس مش نادي اجتماعي، عشان النهارده نبص على بند الاستثمار ده ان هو بند مش مهم، لا بند الاستثمار بند مهم جدا. كابتن محمود الخطيب امبارح في الكلمه بتاعته قال ان ده بند يحمي النادي الاهلي ال 51%، تحمي النادي الاهلي مستقبلا من فكره اي تدخل او اي حد يتحكم في مقدرات النادي الاهلي. واعتقد ان باقرار اللائحه دي، ودي بس انا عايز اركز على النقطه دي، لائحه النادي الاهلي هي لائحه تخص الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وليس مجلس اداره النادي الاهلي. صحيح. عشان دي برضو بعض الحقيقه ميزات كبيره جدا للجمعيه العموميه وبتعظم من دورها على حساب مجلس الاداره اللي بيقلص من صلاحياته. خلينا نتكلم زي ما بقول لك في الشق ده، انك انت اللائحه دي معموله عشان الجمعيه العموميه مش عشان مجلس الاداره او عشان مجلس الاداره هو اللي عاملها.
اللائحه دي باسم النادي الاهلي وهتفضل باسم النادي الاهلي ان شاء الله لما تقر، مش باسم مجلس الاداره. صحيح. وبالتالي لازم نبص على الموضوع من هذا المنطلق، ما يبقاش الموضوع متشاف من نواحي انتخابيه، يعني خلينا ناخدها بهذا الشكل. لا، الاعضاء النهارده لازم تبص على فكره ان احنا عايزين نعمل دستور نمشي عليه كلنا. زي ما قلت في مداخله قبل كده في القناه، ان احنا عندنا ثلاث بنود مهمه جدا نبص عليهم كهيدلاينز للموضوع. رقم واحد، صلاحيات الجمعيه العموميه. هذه اللائحه هي وسعت من صلاحيات الجمعيه العموميه، ما قلصتش منها حاجه، بالعكس زودت من صلاحيات الجمعيه العموميه. نمره اثنين، حافظت على حريه اعضاء الجمعيه العموميه، لان برضو كده كان من ضمن الحاجات اللي موجوده في مسوده المناقشه الاولانيه واتحذفت كلها بعد كده في اول اجتماع. ثالث حاجه، تعظيم فكره ملكيه الجمعيه العموميه للمقدرات وللاسيت بتاعتهم، اللي هي مين لي البراند بتاع النادي الاهلي بالجماهيريه العظيمه اللي عنده. الثلاث حاجات دول لو موجودين، لو عضو جمعيه العموميه النهارده شايفهم بالشكل ده، يبقى زي ما بقول لك ما يبصش بقى على حاجه. يعني دول اهم ثلاث حاجات تقدر انك تقيم عليهم التجربه بتاعه اللائحه بتاعه النادي الاهلي. وانا شايف ان الثلاث بنود دول بالذات اللائحه غطتهم بشكل كويس جدا، وزودت دور الجمعيه العموميه بشكل كبير، واعتقد الناس بدات تشوف كده. قد يقول قائل انه الاستثمار وانه اللائحه والامور دي كلها تصب في النشاط الرياضي، لكن لا يعود عائد على عضو النادي الاهلي، هل ده كلام مظبوط؟ شوف، النادي الاهلي مربوط بسلسله كده من اول الجمهور لاعضاء الجمعيه العموميه لمجلس الاداره، كلنا في مركب واحده. عمر ما النادي الاهلي هيبقى عنده الموارد الكافيه، وعمره ما هيبخل في هذه الحاله على اعضاء الجمعيه العموميه، يبقى عندهم خدمه كويسه، ويبقى عندهم مكان محترم يقعدوا فيه، ويبقى عندهم افتتاح لنوادي اخرى، ويبقى عندهم انشاءات، وعندهم الكلام ده كله. احنا النهارده بيتم النهارده في النادي الاهلي الحمد لله شغل انشاءات عظيم جدا في الثلاث فروع، وان شاء الله على اخر السنه نبدا نشوف حاجات كويسه، اسوار النادي وفي الجزيره وفي مدينه نصر وفي زايد بدات كمان الانشاءات. وده في نفس الوقت واحنا مهتمين بالفرق النشاط الرياضي كلها، مش بس فريق الكوره، وفريق الكوره طبعا. فطول ما في موارد تقدر تجيبها، طول ما الامور كلها بتمشي بشكل منتظم، مفيش حاجه اسمها انك انت النهارده لا انا هاخد الاستثمار ده عشان اصرف بيه على الكوره بس والاعضاء، لا، كلها حاجات مرتبطه ببعضها، لان احنا نقدر من خلال فتح فروع جديده، وده جزء من الموارد بتاعتك، انك انت تفتح فروع جديده وتفتح انديه جديده، انك انت تدخل دخل للنادي الاهلي، وعشان تعمل فروع جديده وتبدا تجتذب ناس تعمل عضويات لازم تقدم لهم خدمه كويسه وخدمه محترمه. هل يمكن القول انه كره القدم تحديدا، مش هتكلم عن النشاط الرياضي كله، يكون مصدر دخل جيد للنادي الاهلي، يعني ينفق على نفسه وبالتالي الفائض منه نطور بيه في النادي وننفق بيه على الانشطه الاخرى يا استاذ محمد؟ تقدر تطلع من كل حاجه، تقدر تطلع من كل حاجه فلوس. النشاط الرياضي النهارده انت بقى عندك قاعده متفرجين عظيمه، ونتمنى باذن الله لما الجمهور يرجع، وانا احب برضو ان انا يعني نوجه التحيه لجمهور النادي الاهلي على المظهر الرائع اللي كانوا موجودين فيه اول امبارح في مباراه افريقيا. صحيح. وشيء رائع، وهم دايما اللاعب رقم واحد في ظهر النادي الاهلي. فالنشاط الرياضي النهارده والالعاب الصالات على سبيل المثال من الالعاب اللي بقى ليها متابعه بشكل كبير جدا، والناس حابه جدا الفكره دي. نقدر ان احنا النهارده نشتغل على رعاه، ونشتغل على شغل للنشاط الرياضي مش بس كره القدم، وتقدر تطلع منه. بس هي منظومه كلها متكامله ليها بقى علاقه دي برجوع الجمهور، والبند بتاع رابط المشجعين الموجودين في الموجود برضو في اللائحه، اللي بينظم فكره رابط المشجعين وبيخلي النادي مسؤول مسؤوليه كامله عن الجمهور بتاعه. فكل الحاجات دي كلها حلقات عشان يبدا الجمهور يرجع بامان، وما يحصلش اي لخبطه لا قدر الله تاني. فيبدا النهارده لما الجمهور يرجع مواردك تزيد، الاهتمام بالكوره بيزيد، والاهتمام بالالعاب التانيه بيزيد، كلها حاجات. في حاله جميله في البلد، يعني نفسنا كمان فكره التشجيع المثالي والحضاري دون التعرض لحد، ويبقى يكون في تعاون مع امن النادي وشركه الامن الخاصه، والاهم كمان الشرطه المصريه. والله انا شايف الحمد لله ان علشان البلد، يعني مصر فعلا تعود البلد كمان. البلد الحمد لله رجعت فيها كل مظاهر الحياه لطبيعتها، فاضل الكوره. فضل الكوره ان هي ترجع بس بقى. بس الحمد لله انا بعتقد انه كان عندنا في الاستاد اكثر من 10,000 متفرج، يعني الحقيقه انه انا كنت شاهد على هذا الامر لما بعض قيادات الامن الحقيقه تواصلوا مع اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخليه مدير امن القاهره، وانا بشكره الحقيقه، وقالوا له ان في بعض الشباب جايين من السفر وما قدروش يجيبوا تذاكر. الحقيقه لا، يعني تعاون ودى تعليمات والشباب يدخلوا. اتمنى ان يبقى في تعاون من كل الاطراف، لان الناس محتاجه ان الجمهور يرجع. يعني خلينا نتكلم بجد، الناس حابين. يعني انا اول امبارح شفت الناس فرحانه، والناس حتى في الشارع فرحانه. شكل الجمهور مدي احساس حتى اللي قاعدين بيتفرجوا في البيت. احساس مختلف. هو صانع البهجه في مصر كلها على فكره، مش بس انت بتتكلم عن بطوله افريقيا، وده النادي الاهلي اللي هو السواد الاعظم من هذا الجمهور، من هذا الشعب بيشجعه. طبعا. وبقول لك انت مجرد وجود الجمهور في الملعب مدي للناس حتى اللي بقول لك قاعده في البيوت احساس لا ان ده حاجه مختلفه، يعني غير بس
غير المكسب. بس كمان نفوت الفرصه على اي حد بيحاول تشويه هذا المظهر الحضاري. يعني احيانا بعض الشباب الصغير ممكن يتصرف تصرف, ممكن حد يندس يرفع علم مش عارف ايه, يقول هتاف, يقول سباب. معلش نفسنا يعني نخلص من الحاجات دي كمان, بس برضه ومحتاجين نستحملها. يعني محتاجين ان احنا مش كل حاجه صغيره من دي ترجعنا خطوات ورا, يعني قدامها. يعني محتاجين بشكل زي ما بقول لك, احنا الدوله الحمد لله, يعني احنا لما تيجي تقارن نفسك بما كنت عليه من 4-5 سنين فاتت, الدوله رجعت في كل حاجه الامور ماشيه. انت بتعمل حفلات النهارده, وبتعمل مهرجانات, وبتعمل حفلات مطربين عالميين, وبيبقى فيها بال40 وبال50 الف واحد بيحضروا حفلات لمطربين, وما بيحصلش حاجه. فاللي هي الفضل الكوره يعني. وانا بقول لك ان زي ما بقول لك, لو ترفعنا عن حاجات صغيره وعالجناها واحده واحده وبهدوء, وزي ما بقول لك من خلال اللائحه دي, انت النهارده عندك بند كامل لبرضه رابط المشجعين. انا عايز اقول لحضرتك انه اعتماد اللائحه بيلقي بمسؤوليه على النادي في المشجعين, فكره انه مسؤول عن المشجعين. خلاص اصبح انت اللي هتعمل الروابط, وانت اللي مسؤول 100% امام الدوله وعن النظام. وبالتالي الجمهور مطالب اكتر من اي وقت مضى انه ما يورطش نادي. ما انت شريف, هي كلها حلقه واحده. انت عمر ما النادي الاهلي هيبقى النادي الاهلي من غير جمهور. صحيح. هيبقى زي اي نادي تاني. وعمر برضو ما نادي الاهلي يعني فكره الجمهور حلوه, بس الجمهور جوه الملعب حاجه تاني. يعني هو ده هو المتعه كلها. انما النهارده فكره النادي الاهلي يبقى موجود جمهور وكل حاجه, لكن الملعب فاضي, مع الوقت الامور بيبقى برضو مش لذيذه يعني. لكن لما يبقى جمهور موجود في كل مباراه بال20 وبال25 وبال30 الف متفرج, زي ما كنا بنشوف ونرجع نلعب في استاد القاهره بالساعه اكبر, ب70 و80, زي ما عشنا وتربينا كلنا في الاستاد, ما كانش حاجه يعني. هتعود سمع. انا واثق يعني. مصر كبيره زي ما قال الكابتن محمود الخطيب ودخلته في حضور السيد وزير الشباب لما كانوا بيبحثوا هذا الموضوع, قال انه مصر الكبيره يعني ينبغي انه يكون في عدد اكبر. احنا بقالنا 6 سنين في بس هي زي ما حضرتك تفضلت, محتاجه الى تعاون كل عناصر المنظومه علشان نضمن دايما سلامه الناس والتشجيع المثالي, وفي نفس الوقت نضمن الحضور المؤثر في المدرجات دون خروج عن النص. لانه الحقيقه دايما الخروج عن النص احيانا بيبقى في ناس مش عايزه مصر تعود في الحته دي, مش مختلف, فبالتالي مش مختلف, بيتدخل بشكل او باخر يعني. طيب النهارده لا قدر الله عدم اقرار اللائحه, يعني الناس ما جاتش, او العدد جه اقل من 12.5 او 13,000 عضو من اعضاء النادي, هل ده ممكن يعمل مشكله للنادي؟ هل ده ممكن يعمل لكم ازمه؟ مش موضوع ازمه ومشكله. تاني احنا بنقدم برضو, تاني يا شريف, احنا بنقدم مشروع لائحه احنا مجلس الاداره اشتغل عليه واللجنه. وطبعا انا حابب اشكر بس كمان اللجنه المركزيه بقياده المستشار محمود فهمي ومعاه مجموعه من اللجنه المركزيه برئاسه الكابتن محمود الخطيب, انما لجنه الاعداد والصياغه المستشار محمود. بشكرهم لانهم عملوا مجهود رائع. صحيح. وبشكر اعضاء مجلس الاداره زمايلنا اللي كانوا موجودين جوه, لانهم فعلا عملوا مجهود زياده عننا كلنا. الناس كانت بتقعد قدامك في النادي بتبقى بالثمن والعشر ساعات, الناس عملت مجهود اكتر من رائع. فاحنا بنقدم اللائحه للجمعيه العموميه وبنقول ان ده الاحسن, ان النادي يقدر يجري في الفتره اللي جايه. هل هيحصل ازمه او مشكله؟ لا, مش عايزين ان احنا نبالغ في حاجه. عمر اعضاء الجمعيه العموميه يعني الحقيقه بتخلفوا بالظبط, انما كانت مصلحه الاهلي تجد. لكن ده النادي الاهلي, لكن فكره ده احنا مش عايزين. احنا الحمد لله احنا واثقين باذن الله من اللائحه بتاعتنا. احنا بنتكلم عايزين كمان عدد كبير, العدد نفسنا نوصل 25,000, يبقى في حاجه تحسس الدنيا كلها ان لا, النادي الاهلي الناس خايفه عليه, النادي الاهلي الناس عايزاه ان هو يتقدم. وزي ما بقول لك احنا مش اقل من نادي الجزيره. نادي الجزيره جاله 19,000 واحد في يوم في وسط الاسبوع جنبنا. النادي الاهلي طبعا عايز يعدي ال 20 يعني, طب ده علال اقل وقت. بيعجبني الحقيقه في اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤوليه فكره الثقه في الجمعيه العموميه. هو عنده ثقه, هو بيقول لك انا اجتهدت وعملت حوار مجتمعي واستجبت ليك وعدلت اكتر من 50 ماده ودي لائحتك. نادي حقيقه وعنده ثقه كامله في انه اعضاء الجمعيه العموميه يعني الحقيقه سيخرجوا افواجا صوب وقر النادي. الناس فاهمه والناس واعيه, وزي ما بقول لك احنا شرحنا وكلنا طلعنا ان زي ما بقول لك ده مشروع احنا عاملينه للمستقبل, مش مشروع احنا عاملينه يعني. هل في اللائحه دي حاجه بتحصن مجلس الاداره في حاجه؟ اطلاقا. هل حاجه بتقلل من سلطه الجمعيه العموميه في حاجه عشان الناس تزعل او عشان اطلاقا؟ طيب تأذن لي فاصل سريع ونعود لاستكمال هذا الحوار المهم حديثا عن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وضيفي الكريم الأستاذ محمد ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ابقوا معنا. من أجل الأهلي شارك في لائحة الأهلي. من أجل النادي الأهلي كلنا لازم نشارك في اللائحة. ومن أجل الأهلي شارك في اللائحة. من 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 أجل الأهلي نشارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. We'll be right back.
ارحب بحضراتكم مجددا. الحديث مستمر مع ضيف الكريم الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي المحترم الحقيقه اللي سعيد بالحوار معاه. انا الان يعني تشتغل مذيع واحنا متدفق وقوي الحجه وطليق اللسان حاجه تشرف الحقيقه. يعني قول لي يا استاذ محمد بصراحه شديد قبل ما نسيب النقطه دي, يعني النادي الاهلي بيطمح انه يحقق اكبر جمعيه عموميه في الانديه المصريه طبعا. زي يعني الانتخابات احنا عملنا الحمد لله 37,000 في يوم واحد في 10 ساعات وفي ناس لما تمكنتش من الدخول بالظبط. يعني لو كنا في تنظيم احسن كنا ممكن نوصل ل 45 واكتر. المره دي اعتقد التنظيم على اعلى مستوى. لا احنا واخدين تطمينات من الاداره التنفيذيه وفي متابعه. معانا بكره زميلنا العزيز الكابتن محمد برجان المدير التنفيذي هيكلمنا بقى بالتفصيل الحقيقه, والمفترض انه هيجيب لنا صور وامور تتعلق بالناس هتدخل ازاي تخرج ازاي الجراشات الانتظار. يعني هيبقى يوم عرس ان شاء الله. نعمل حاجه كويسه ومحترمه, نتمنى بس ان احنا باذن الله نعمل رقم كويس. دي اهم حاجه بالنسبه لي. كنت عايز اقول حاجه بخصوص الجزيره, وليوبلس. عايز بس افكر الناس بحاجه عشان حته دايما زي ما بيقول مجلس الاداره, وده اللائحه دي بتاعه النادي ولا بتاعه مجلس الاداره. الجزيره اللي عمل اللائحه بتاعته كان مجلس مؤقت جه لمده سنه ومشي. المجلس ده مع ذلك جت ناس وصلت حوالي 19,000 واحد جم عشان خاطر نادي الجزيره. هليوبلس اللي عمل اللائحه كان رئيس النادي السابق, ونزل بعديها انتخابات بعديها بشهر ولم يوفق. يعني جاله 18,000 اقروا اللائحه وبعد شهر لم يوفق في الانتخابات. فده معناه ايه؟ ده اللي عايز اوصله ان احنا تاني دي مش لائحه مجلس اداره, دي لائحه النادي الاهلي. ايا إن كان انت النهارده شايف ايه او ايا كان انت النهارده ميولك ايه, دي مش انتخابات, ده دستور النادي الاهلي اللي كلنا هنكمل عليه سواء المجلس ده موجود او مش موجود باذن الله عشرات السنين اللي جايه, لان كلنا في الاخر وبعدين انت قريت اللائحه وعدلت فيها ووصلت الى شبه توافق, وقرارك بقى تيجي توافق ترفض. زي ما بنقول دايما ده في الاخر نص بشري, يعني مش قران. فطبيعي جدا انك انت لائحه فيها اكتر من بيب بند انها تلاقي بند او اثنين او ثلاثه انت شايف ان فيهم حاجه مضايقاك او قلقاك او فيها, ده طبيعي 100%. ما حدش مستحيل هتلاقي حاجه يتفق عليها الجميع. لكن زي ما بقول لك لو الخطوط العريضه اللي هي ممكن تقلق الجمعيه العموميه زي ما اتكلمنا عليها, لو دي متغطيه اعتقد ان من حق النادي الاهلي على الاعضاء الجمعيه العموميه في الظروف اللي موجوده فيها دلوقتي, وان احنا محتاجين ان احنا نبدا ننمي استثماراتنا ومحتاجين نبدا ننطلق لقدام بحيث نعلى باسم النادي الاهلي اكتر واكتر, اعتقد يبقى من حق النادي الاهلي ان الناس تنسى. حضرتك دايما متواجد في النادي الاهلي في مدينه ناصر, فكره القلق اللي كانت عندهم زالت بعد ما اطمئنوا تماما ان النصوص بتجعل من مدينه ناصر شان وشان الجزيره تماما وبتحميهم من اي فكره قبول عضويات خاصه بيه او كده؟ اتمنى ذلك, بس عايز اوضح حاجه, ان احنا بنبقى حريصين جدا في الصياغه بتاعه اللائحه ان كل كلمه تتقال ما يحصلش عليها اي مشكله مع اللجنه الاولمبيه او مع قانون الرياضه. فلذلك كانت فكره المقر الواحد, واللي ده اعترض عليه اللجنه الاولمبيه لما احنا رحنا لها وجم النادي, ما كانش مجرد الرفاهيه, كان عشان تعاون وعشان برضو يبقى شايفين نضمن ان اللائحه تطلع بشكل مظبوط, ما نطلعش ان احنا النهارده نعمل لائحه نخالف الميثاق الاولمبي ونجيب ناس والناس تيجي والنادي يتكلف فلوس وفي الاخر اللائحه تطلع بطل. ده اخر حاجه احنا عايزينها. فلذلك كان حطينا البند رقم 12 اللي هو ان مدينه نصر بيعامل معامله الفرع الاصل. فبالتالي هو بيعامل معامله عضو الجزيره تماما, ومش عارف ليه احنا دخلنا في, وبعدين ده موقف قانوني اصلا اكتسبناه احنا كاعضاء مدينه نصر من حاجه و90 يعني. ومش عارف ليه احنا دخلنا في الحوار ده, الناس برده خدتها بنوع من الحساسيه الزياده وبرده عندهم حق فيه. يعني خلينا نقول برده ان جايز الموضوع ما توضحش بشكل مظبوط من الاول, لكن لما اتحط البند اللي هو نمره 12 اعتقد الامور وضحت. لما اتعملت الندوه في مدينه نصر وطلع الكابتن خطيب قال ان يا جماعه مفيش عضويات جديده وخلينا نتكلم برضو لوجيك, احنا مدينه نصر احنا عارفين اكبر مشكله عندهم ان الزحام. وعشان كده احنا اول مرحله عملناها في الانشاءات كانت منطقه جلوس الاعضاء الجديده وحمام السباحه بتاع المنطقه الترفيهيه عشان يستغل من الاعضاء. مع ان مثلا كانوا بيطالبوا ان يبقى في صاله جمباز او صاله سكواش, لكن تم الاتفاق على ان الزحمه بقت جامده جدا فاحنا هنبدا بمنطقه جلوس اعضاء. فاحنا مقدرين المشكله. بقى حمام سباحه تدريبي وجراش كمان مهمين قوي يا محمد, يا ريت يكونوا في خطتكم. المراحل اللي جايه باذن الله, بس بدانا بدور عشان احنا مقدرين مشكله الزحمه اللي في مدينه نصر. هم هيحلوا مشكله كبيره, فمستحيل انك انت النهارده تبقى شايف ده وهتروح النهارده تقول اه انا هضيف عضويه جديده. مش ده الفكره, مش طريقه تنميه موارد كمان يعني. وبعدين خلي بالك انا شايف فيه اهتمام باهلي مدينه نصر واهتمام باهلي زايد, والكابتن خطيب يعني ما شاء الله بيلف على الفروع كلها بشكل منتظم. اهلي واحد, مفيش لا زايد ولا مدينه نصر. بالظبط, وفي انشاءات في ثلاث فروع, وده شيء اعتقد واضح للجميع. كم عضو في مجلس اداره رافضين اللائحه ومختلفين مع الكابتن محمود الخطيب؟
مفيش. بتضحك بتضحك ليه؟ عشان انت سالت نفس السؤال ده لابراهيم امبارح. شوف انا بحاول اوقع بينكم يعني. زي ما ابراهيم قال امبارح، الناس ما تتخيلش ابدا ان احنا قاعدين 12 واحد على الترابيزه يمين يمين شمال شمال. طبيعي جدا كده لما تقعد على الترابيزه النهارده في اختلاف في الاراء، لكن الاختلاف ده لا اصل ما تبقاش حياه يعني لو هو راي واحد بالظبط يعني. لكن احنا اتفقنا من اول يوم، انا فاكر كويس اول يوم احنا قعدنا بعد اختيار القائمه وكنا عاملين زي يوم كده مجمع، كابتن خطيب قال وده خلي بالك احنا في 5 جداد على اول مره لينا في اول دوره لينا يعني. فالكابتن قال بمنتهى الوضوح احنا يا جماعه ممكن نختلف في الاوضه في الغرف المغلقه، لكن بنطلع من باب المجلس كلنا بندافع عن قرار المجلس. واعتقد ان احنا اللائحه دي اقل اختبار احنا يعني عديناه في بس مش مشكله خالص يعني. بس في انقسام في مجلس الاداره لاي اسباب اخرى؟ انقسام خالص في ايه؟ زي ما مريم قال لك احنا لما خدنا اللائحه اول مره في كتير مننا كانوا معترضين على بنود منها. لكن لما شفنا يعني شأنكم شأننا كاعضاء يعني عضو. انا اول اول يوم ان انا اخدت اللائحه من اللجنه بصيت عليها وقريتها بالليل في شويه بنود انا قلقت منهم. في اول اجتماع بعد 4 ايام لقيتهم متغيرين، فحسيت ان لا في رغبه حقيقيه ان احنا نغيره، ده بقى حوار مجتمعي. فاه في خلافات طبيعيه بقى في الدي تو دي بتاع وجهات النظر في الشغل في النشاط الرياضي في الكلام ده كله، ده طبيعي. انما بنطلع من جوه اوضه مجلس الاداره كلنا بندافع عن القرار اللي ضده قبل اللي بقى زي ما ابراهيم قال امبارح. فده شيء يعني مقدس جوه النادي الاهلي، وده اللي اتعلمناه من زمان. لكن ما فيش حد ياخد جنب يغضب يشتغل ضد مجلس الاداره ضد النادي، مش اخلاق النادي الاهلي يعني. فين احنا كلنا على قلب رجل واحد، والنادي الاهلي محتاجنا في الفتره دي، كلنا محتاج كل اعضاء مجلس الاداره والجمعيه العموميه والجمهور ان كلنا نبقى متكاتفين. فلا كلنا على قلب رجل واحد. انا كنت عايز اسمع بس ده من واحد يعني من اهم اعضاء مجلس الاداره، كلهم طبعا لهم كل تقدير والاحترام اللي داخل المجلس، لانه انا شهادتي مجروحه يعني، انا شاهد على هذا الكلام وبمثل المجلس وبتكلم باسمه فعارف الامور ماشيه ازاي. فعلشان كده بندهش جدا الحقيقه، وعشان كده طرحت هذا السؤال على الاستاذ محمد ضماطي من فكره نقول لك ايه، النادي الاهلي بقى جبهتين، النادي الاهلي فيه خلاف، ده فيه 4 اعضاء مش موافقين على اللائحه، ده فيه عضوين مش موافقين، ده فيه البيان اللي طلع مش عارف ايه، حاجات غريبه جدا يعني. مع ان انا بشوف الكابتن محمود الخطيب ما بياخدش قرار الحقيقه، رغم انه مفوض مثلا في شؤون الكوره في قطاع الكوره، حتى في شؤون الكوره اللي هو مفوض بادارتها من مجلس الاداره الا لما يستطلع راي اعضاء مجلس الاداره. لا في الكوره، لا الكوره كابتن محمود الخطيب معاك يعني الكرة. في الامور في الاستراتيجيه بيبلغ بيبلغ يعني الامور الاستراتيجيه مرتين نحضر ونكتب بيانات انا وزميلي جمال جبر او الكابتن يدلنا عناصر يعني نشتغل عليها، ما كانش الحقيقه بيقرر الا بعد ما ياخدكم على جنب في استراتيجيه وياخد قرار مجلس الاداره واللي مش موجود يكلمه في التليفون الخطوط العريضه يعني. لكن تفاصيل طبعا مع كابتن 100%. شوف احنا اللائحه دي بالذات احنا مقدرين اهميتها في الوقت الحالي، ولذلك هتلاقي كلنا حتى بنحاول ان احنا يعني انا كنت مسافر ومسافر تاني، بس انا جاي الاسبوع ده عشان ابقى موجود باذن الله يوم ال. انتوا خدتوا قرار انه حتى رؤساء البعثات مش هيسافروا يلحقوا بالبعثات بالظبط، المهم الناس كلها تكون موجوده احتراما للجمعيه العموميه. هم مسافر تنزانيا هيحصل البعثه، جرحي راجع الساعه 6 الصبح لسه طالع واخد قرار. مهند مجدي مسافر مهند لبنان بعد مش هيسافر الماتش ب 27 ولا هيجي. لا جرحي هو اللي مسافر لبنان رئيس بعثه بكره باذن الله. باذن الله يرجع يوم الجمعه الفجر. فكلنا على قلب رجل واحد شايفين اهميه اللائحه دلوقتي، شايفين اهميه ان احنا نبدا ننطلق. الموضوع مش زي ما بقول لك موش عنده ولا هو احنا عايزين نعمل حاجه وخلاص او حاجه تنفيذ لبرنامج انتخابي، لا ده نقطه انطلاق بالنسبه لنا، حمايه للنادي الاهلي من حاجات كتير جدا ممكن تحصل له في المستقبل. عايزين ان احنا يبقى عندنا حضور قياسي يحسس الدنيا كلها ان النادي الاهلي وراه جمعيه عموميه بتخاف عليه. هذا افضل ختام اختتم به هذا اللقاء الممتع الحقيقه مع صديقي العزيز الاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس الاداره. النادي الاهلي كبير وساق كبير باولا العاملين فيه وبالرياضيين وبابنائه جميعا، والاهم الجمهور والاعضاء يعني الحقيقه دول الركن الركين في صناعه هذا التاريخ العظيم. ومجلس الاداره اللي احنا كلنا بنشرف انه بيقود القلعه الحمراء في هذا التوقيت، وهذا قدر الاهلي وقدره زي ما بنقول. إذا أعضاء الجمعية العمومية احنا مش بندعوهم، لا ده احنا نكون ضيوف عليهم يوم الجمعة عشان نضرب المثل والقدوة في كيفية الإقبال والحفاظ على قيم وتاريخ النادي الأهلي وصناعة مستقبله. شكرا جزيلا صديقي العزيز، شرفت الدنيا أستاذ محمد ضماطي. شكرا لحضراتكم، بكرة عندنا لقاء مهم الساعة 7 يكون معانا محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وبعده المستشار أسامة أنديل واحد من قامات النادي الأهلي والقامات القانونية الكبيرة في مصر، يحدثنا عن الفلسفة القانونية لهذه اللائحة. وهنشتغل معاكم بدري شوية يعني هنبدأ الساعة 7 إن شاء الله مش 8. شكرا لكم وإلى اللقاء.